السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا احنا فتحنا فرع في مسقط في الخوير، والسبب الرئيسي هذا هو الإجابة على سؤالك، اللي هي بسبب تزايد عدد المستثمرين العمانيين، واحنا حبينا نكون بقربهم في مسقط لتسهيل عملية الشراء والفولو اب معهم عن طريق ان نكون متواجدين بين اهلنا وناسنا. يعني احنا كشركة دانوب موجودين هنا من زمان، من شركة مواد بناء وشركة مفروشات، وحاليا كفرع عقاري موجود هون. دانوب العقارية بتتميز في اسعارها وفي خطط السداد، فهاي بكون اتراكتب عامل حاسم للعمانيين للاستثمار وتنويع استثماراتهم داخل السلطنة وخارج السلطنة. والحمد لله هم من التوب انفسترز، يعني احنا بنحكي من افضل المستثمرين حاليا عندنا في قائمة المستثمرين في دانوب العقارية. حاليا شوف، السياحة بالنسبة لعمان ما في داعي الواحد يحكي عليها، يعني حاليا انت خلال الفترة الحالية صلالة، كل الاصدقاء والاهل، انا شخصيا مثلا بنحب نتوجه على صلالة، بس هي اذا بتلاحظ كمان الريت تبع الفنادق، ارتفاع الاسعار دائما محجوز في الكامل الفنادق في فترة الصيف. بتوقع هي مثلا التوجهات حاليا في السوق العماني والإدارة العمانية في قسم السياحة قاعدين بتوجهوا في كونسبت جديد، وبيستقطبوا السياحة من عمران، من هوتيل أبارتمنتس، من فنادق حاليا. فهي بتوقع أنا خلال السنوات القادمة راح يكون في عندك ارتفاع وضخ مستثمرين أجانب في عمان بشكل مهول إن شاء الله. احنا حاليا بنتوجه على المشاريع السكنية بأسعار تنافسية وخطة سداد، يعني احنا بنحاول نكون بالقرب من جميع الفئات المجتمع، مش فئة محددة. فحاليا احنا في حالة دراسة للسوق العماني، وفي لقاءات عديدة عم بتصير حاليا بالفترة الحالية، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله بنكون متواجدين مع المطورين العقاريين في السلطنة ان شاء الله يا رب. شكرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.